السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا العسل اللي غادي نحتاجه للشهر رمضان المبارك، الله يدخله علينا وعليكم بالصحه ولهنا باش تمنيتو. عندنا غادي نحتاجوا 2 كيلو سكر سنيده ولا قالب حل فحال. الطريقه ديال هذا العسل كتجي زوينه ولا درنا على المعسلات كتلصق عليها وما كتحيدش عليها، كتبقى ثابته فيها. مقادير: عويدات ديال القرفه، كأس ديال ماء الزهر، عندنا حمضة واحدة كبيرة غادي نقطعوها دائرية، عندنا يترو ديال الماء. بالنسبة لهاد العبر، هاد العسل هادي كتجي بهاد الطريقة، كتجي زوينة. غادي نحتاجو الكوكوت، غادي نديروه في الكوكوت، غادي نضيفو داك 2 كيلو سكر سنيدة، إلا كان عندنا القالب نضيفو القالب، إلا بغينا نخليوها ليلة كاملة في داك يترو د الما حتى لغدا نديروها طيب، حتى هكا كتجي زوينة. غادي نضيفو داك 2 كيلو ديال السكر في الكوكوت، غادي نضيفو 2 عويدات ديال القرفة، غنضيفو داك حمضة اللي عندنا مقطعة، غنضيفو كأس ديال ماء الزهر، وغنضيفو يترو ديال الماء. هذا هو العبر ديالها، كيجي مضبوطة هاد العسل وكتجي زوينة بهاد الطريقة. صافي، من بعد ما ضفنا داك يترو ديال الماء غادي نحركوها شي شوية. صافي، ما غنضيفو حتى شي اضافه اخرى. هادو هما المكونات اللي درنا باش غادي نقدمو العسل. صافي، غادي نحركها وغادي نشد عليها في الكوكوت باش غادي نشعل عليها. صافي، من بعد غادي نديرها فوق، غادي نشعل عليها نديرها فوق البوطه، ومن بعد ملي تبدا تصفر الكوكوت غادي نشعل، نحسب لها 45 دقيقه. صافي، دابا خليها حتى تطيب، تحسب لها 45 دقيقه وتبرد شويه وعاد نرجع باش نفتحها. صافي، هنا من بعد ما بردت الصفاره ما بقاش فيها النفس ديالها لان ما يمكنش نفتحوها، خليتها. دابا عاد شوفوا داك الحامض كيولا. بهاد الطريقه كتبان لنا العسل صافي راه طيبه، غير هي باقا سخونه، كتكون باقا شي شويه خفيفه، هي كتبرد وهي غتشد راسها. صافي، من بعد باقا سخونه شي شويه، باقا ما بردتش، هكا غادي نعمرها باش ما تبقاش لاصقه مي كتقصح، هي باقا في الطنجره كتبقى شاده بزاف. غادي نمشي دابا نخويها في القرعه اللي غنحتفظ بها وغادي نخليها محلوله حتى تبرد تماما. هادي العسل اللي قدمنا، كتجي زوينه وغزاله وكتبقى لصقه على الشباكيه ولا اي معسلات درناها. صافي، نخليها حتى تبرد تماما مره عاد نشدها لان هنا باقا دافيه كما كتشوفوا. هادي هي العسل اللي قدمنا، طريقه سهله وبسيطه، نتمنى تعجبكم والسلام عليكم. Thank you.